دايما مرتبط بالامطار والمطر، ولانه الشتاء بيجي في الوقت بتاع الكريسماس، فدايما القصص بتاعه الامطار مرتبطه عندي بالوقت ده. في يوم من الايام وانا في ابتدائي كنت راجع من المدرسه والدنيا كانت بتمطر، وبعدين يعني توترت جدا ومبقتش عارف اعمل ايه والدنيا عماله تمطر، فقلت اقف تحت شجره. فوقفت تحت الشجره، كان دايما سؤال بقعد افكر فيه، هو المطره بتمطر ازاي؟ ما كنتش بقى خدت في المدرسه موضوع ان السحابتين بيخبطوا في بعض وبيحصل تكثف للحركات ديت وتنزل المطره، ما كنتش عارف لسه الكلام ده. فكنت بقعد افكر يا ترى المطره بتمطر ازاي؟ بعدين لما كبرت عرفت ان مفيش حد ما فكرش الفكره ديت، كل واحد عنده افكار في الموضوع دوت. لحد ما في اليوم دوت وانا بجري واقف تحت الشجره، ببص لقيت ميه مش نظيفه نازله على الهدوم بتاعتي. فهنا فجاه، عارفين اللمبه اللي بتنور عند عبقرينو ديت اللي بتطلع، طلعت اللمبه. قلت اخ، انا عرفت المطره بتمطر ليه. المطره بتمطر عشان الملائكه بيمسحوا السماء، بينظفوا، ده اليوم بتاع النظافه، فهما بيمسحوا، احنا بتنزل علينا الميه اللي مش نظيفه ديت. ودي كانت عندي قناعه طول الوقت مقتنع بيها. واللي زود القناعه ديت انه اليوم ده كان يوم خميس، والاسبوع اللي بعده مطرت وكان يوم خميس، واللي بعديه مطرت وكان يوم خميس. فقلت بس يبقى هو اليوم بتاع النظافه في السماء يوم الخميس، والملائكه بيجمعوا نفسهم وينظفوا كل السماء. بس في يوم مطرت خميس وجمعه، فقلت واضح ان اليوم دوت كان السماء فيها شغل كتير قوي وكانت عايز تنظف اكتر. بس الصدمه كانت عندي في يوم لما مطرت يوم حد، حتى اقول ايه ده، المفروض الملائكه منظمين وعندهم نظام، مش المفروض يلخبطوا، يعني اكيد في حاجه غلط انهم نظفوا في اليوم ده. وبعدين بقى ادركت وفهمت انه لا، انه النظافه في السماء مش بتحصل بالمنظر ده، ان الملائكه مش ده دورهم. عرفت ايه اللي بيعملوه الملائكه، عرفت حاجات عن السماء، عرفت حاجات عن ربنا، عرفت انه السماء اللي بعيده ديت اللي كنت بقعد اتخيل عنها تخيلات، لما سمعت عن الميلاد عرفت ان السماء هي اللي جات لنا في الرب يسوع. بس الحقيقه الفكره ديت كل ما بفكر فيها بفتكر انه لازم من وقت للتاني اراجع نفسي وامتحن نفسي. عايز اقول فكره، في ناس كتيره بترفض فكره الميلاد، في ناس كتيره بتقول انه في شخص عظيم، شخص رائع، شخص قديس، شخص نبي اسمه المسيح اتولد، لكن بترفض فكرة التجسد، بترفض فكرة ان إله يصير انسان. انا عايزك تراجع افكارك تاني. واحنا صغيرين بنفكر فكرة وبنقعد نقول دي ايه وبقت ايه وازاي بتتطور جوانا، لكن لما بنكبر بنفهم بصورة تانية. من فضلك امتحن اللي جواك، امتحن الافكار اللي عندك، امتحن الحاجات اللي تربيت عليها. الميلاد دعوة لفرصة جديدة، الميلاد دعوة انك تراجع حاجات كتير في حياتك، الميلاد دعوة انك تفكر ان مفيش حاجة اسمها ان انا مقدرش، ان انا معرفش، ان مفيش امل. الميلاد دايما بيدي فرصة جديدة، في كل موسم ميلاد معناه ان بداية جديدة، يمكن لانه مرتبط بسنة جديدة، بس السنة الجاية ديت بتقول ان تقدر تبتدي من جديد، تقدر يبقى في امل جديد، تقدر تكون بتعمل حاجة جديدة، تقدر تكون بتراجع نفسك، تقدر تكون بتفكر تاني في الافكار اللي في حياتك. من فضلك راجع نفسك، من فضلك فكر ايه اللي في حياتك محتاج تعيد ترتيبه، ايه اللي في حياتك محتاج تفكر فيه من جديد، ايه الافكار اللي محتاج تزرعها في حياتك من جديد. الميلاد دعوة وفرصة جديدة. واحد، اثنين، ثلاثة، وبع. هو في حد بيسمع؟ كان طالع كلب؟ اوكي. ايه؟ ابدأ؟ كلب العلي؟ اوكي، لا خليني ابتدي من الحته الاولى.